كل إنسان بحكم دراسته بيبهت عليه تخصصه، يعني بعيد عن شغله بتلاقيه عايش في حياته غالباً باللي درسه، زي المهندس اللي ممكن يشوف إن الحياة عبارة عن مهندسين وشوية ناس تانيين، زي الطبيب اللي ممكن يشوف في كل شخص يقابله إيه المرض أو العيب، زي المحاسب اللي ممكن يشوف كل حاجة في حياته أرقام عليها بيحاسب، وزي التاجر اللي اتعلم في مدرسة الحياة بدون تعليم يعرف الطيب من الفاجر، وغيرها من التخصصات اللي بتطفي بعض ملامحها على الشخصيات، وصولا للمعالج النفساني اللي عينه بدون قصد منه بتقع على كل شخص نرجسي سيكوباتي سلبي هستيري او اناني، لو قابله في العيادة هيعالجه او يحاول، ولو قابله برا العيادة غصب عنه هيشخصه مهما حاول انه عنده يتغافل. ده هيكون بحكم دراسته اللي شكلت شخصيته وحكم شغله اللي رسم ملامح دنيته. وباعتباري واحد عادي جدا من كل دول اتأثر بدراسته وطبيعة تخصصه، شفت الناس برا العيادة النفسية بعيد عن التشخيصات والعلات في 10 تصنيفات. واحد صابر، اتجمل بالصبر في كل محنة مر بيها، فكان صبر جميل بكل محنة مرت عليه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 2 ناقم، بيسقط على كل اللي حواليه كل اللي فيه فيسقط هو في مستنقع أفكاره، قالوا إنا تطيرنا بكم. 3 قوي، استقوى على غضب نفسه بدل ما يستقوى بيه على غيره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 4 ضعيف، ضعف عن صد جماح نفسه وسبى هي اللي تقوى عليه، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا. 5 عادل، أنصف الناس بقدر إنصافه لنفسه وحافظ على حقوقهم بقدر حفاظه على حقوقه مهما كان وضعهم بالنسبة لوضعه، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. 6 ظالم، عاش حياته زي الطاووس مش باين منه غير الريش اللي بيه مهووس، واللي لو راح عنه لا يقدر يطير ولا ينفع يتاكل ويعيش باقي عمره متعوس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. 7 قانع، اقتنع باللي عنده مهما شاف من خير عند غيره مش عنده، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. 8 حاقد، شاف غيره دايما أقل منه واستكتر نفسه على كل اللي بيقابله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. 9 شقي، جمع بين متاع الدنيا وعذاب الآخرة، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. 10 سعيد، عاش بالتقوى فرزق حسن الخاتمة، إن للمتقين مفازة. دي كانت 10 تصنيفات وزعت عليهم اللي قابلتهم من شخصيات بعيدة عن الأمراض في العيادة والاضطرابات من غير نصحة أو إرشادات أو علاجات، ودي كانت روشتة حياة عشان نشوف نفسنا فيهم فنعيش باللي شفناه أحسن حياة لما نعيش بعقل واعي ونفس راقية في رحلة الحياة. أشوفكم فيها بكل خير.